تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. احمد جمال المذيع في قناه نادي الزمالك اللي مرتضى طرده على الهواء وقرر ان هو يبتعد عن الشاشه، وقال انا خلاص بحترم كل الناس ومش هغلط في اي حد، على الرغم ان هو غلط في كابتن الخطيب مع مرتضى منصور نفسه، ومرتضى منصور اعترف واعتذر بالنيابه عن احمد جمالات. فقبل كده في فيديو سابق على قناه الزمالك لما جم او رجعوا للقناه وافتتحوها بشكل جديد، قال انا بعتذر لفلان وفلان وفلان اللي اساء ليهم احمد جمال لانه كان متضايق او كان حاسس بظلم او مش عارف ايه، على الرغم ان هو لا طرف في المباراه ولا طرف في البطوله ولا له علاقه بالحدث نفسه. وعلى الرغم من كده تطاول على كابتن خطيب وعلى سيد عبد الحفيظ وعلى العمري وعلى غيره، ف لبس ثوب الفضيله وقال لك انا محترم وانا ما بردش وانا مش عارف ايه والهوسه اللي ايه حضراتكم عارفينها دي. ولكن احمد جمال بعد ما مرتضى رجعه راجع بإذلال ومنكس الرأس وبيقول لك تراب جمهور الزمالك فوق دماغي وانا مش عارف ايه وانا ايه، والست ستي ورد مش عارف مين، وخالي كان مش عارف مأمور في مركز ايه، ومش عارف مين كان في اسم اللبان، وعمال ايه يقول لك كلام ملوش اي علاقة بالموضوع. انت الراجل طردك وانت المفروض كرامتك ما تسمحلكش انك ترجع مكان انت انطردت منه لاي سبب ما. انت اهنت تاريخك زي ما انت بتقول، واهنت اسم خالك اللي شغال في اسم اللبان مش عارف مأمور ولا قاضي ولا عفوا مفيش قضاء في الاسم، ولا مأمور ولا ضابط كبير ولا لواء ولا رئيس مركز مش عارف مخابرات ايه. زي ما انت قلت مش في حاجة اسمها شرف عسكري وشرف البني ادم او كرامة البني ادم فوق كل شيء. انت طبعا ارتضيت بالفلوس اللي بتاخدها، بتاخد لك مثلا 150 الف في الشهر ولا 170 الف، خسارة ايه يعني؟ الشتيمة بتلزق، ما كل الناس بتتشتم، اذا كان رئيس الجمهورية بتشتم، انت مش هتشتم احمد جمالات وتهب كرامتك الارض وتطرد على الهوا؟ يا عم اطلع اقول كلمتين وخلاص والناس كده كده هتنسى، اطلع اعتذر لمرتضى وقول تراب جماهير الزمالك فوق دماغي والشويتين اللي بيحبهم جماهير الزمالك دول. مش هطول عليكم، تعالوا نطلع نسمع ونشوف كده الاستاذ احمد جمالات قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف احمد جمالات قال ايه ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. انا النهارده موجود معاكم على شاشه قناه نادي الزمالك، اسبوع يمكن كان في احداث كثيره جدا، والنهارده أنا متواجد معاكم وأنا دائما وأبدا بعتبر نفسي واحد من جماهير نادي الزمالك في وظيفة الإعلامي، يعني أنا أنتوا عارفين أنا واحد منكم من جمهور نادي الزمالك، بأدي دوري كواحد زملكاوي مخلص، أضحي وأوفي جميل ودين وحاجات كتيرة جدا لحب جماهير نادي الزمالك اللي مطوقة رقبتي. انا بقول لكل جماهير نادي الزمالك انتم الاعظم وانتم الاجمل، وانا ما بقولش الكلام ده دغدغه مشاعر، لان اللي انا لاحظته ولمسته من الزملكاويه الجدعان الرجاله الحلوين الجمال اللي بيحبوا كيان نادي الزمالك واللي عايزين اسره نادي الزمالك دائما وابدا ان تكون كما العاده اسره ملتحمه متلاحمه مع بعض، حابين بعض، ما يبقاش في اي خلافات، وربنا ما يجيبش اي خلافات. طبعا كتير جدا منتظرين دلوقتي ان انا اتكلم فيما يتعلق بما دار خلال الاسبوع الماضي، وانا مش هتكلم كتير، وعفوا يعني لو يعني اخد بس من وقتكم ثواني او دقايق وبعدين طبعا نبدا حلقتنا، لان كتير من الامور محتاجه للتوضيح فيما يتعلق بالعلاقه الجميلة. أنا النهاردة يمكن في حتى في موضوع البرنامج أو في موضوع الحلقة النهاردة عايز أتكلم عن معاني الوفاء. أتكلم عن معاني الوفاء عند الزملكاوي أو عند الزملكاوية أو عند جمهور نادي الزمالك الأصيل. هنا أنا بتكلم على المعنى بصفة عامة. معنى الوفاء وكيف يضحي الزملكاوي الأصيل بأمور كتيرة جدا في سبيل حبه لنادي الزمالك. ليه؟ في إشارة للي أنا تابعته خلال اليومين اللي فاتوا من
مطالبه رئيس نادي الزمالك السابق الاستاذ ممدوح عباس لمستحقات وحجز ارصده وحاجات كده بناء على كلامه او بناء على اللي انا عرفته او قريته، لان انا كنت مبتعد الفتره اللي فاتت وفوجئت بهذا الخبر وفوجئت بامور كثيره جدا، ولعل هذا الامر صح جوايا حاجات كثيره جدا انا حابب اتكلم فيها. ده جه بعد طبعا بعد ما شفت من ملحمه من جماهير نادي الزمالك في حب الزملكاويه وفي حب يعني عايز اقول اسره نادي الزمالك، مش اقول يعني شخص متواضع، لان في الاخر وفي الاول انا بحترم الكل وانا مش هغير الكلام اللي انا قلته فيما يتعلق باحترام الجميع، وانا لما بحترم الجميع فهنا انا بتكلم على احترام الجمهور الذي يشاهدني، اللي هو جمهور نادي الزمالك، الجمهور اللي بيتفرج عليا، جمهور برنامج زملكاوي، جمهور قناه الزمالك، اللي هو اللي يمكن حتى رئيس النادي الاستاذ مرتضى بيقول ان هو احنا الحمد لله بفضل الله اعلى نسبه مشاهده في كل البرامج الرياضيه وفي كل القنوات الرياضيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولعل هذه النسبه زادت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى منذ الولايه الاولى بوجودنا لما طلعنا بهذه القناة وكنا موجودين في قناة الزمالك، ثم في الولاية الثانية الحمد لله طبعا بمجهودات رائعة. مهما اتكلمت ومهما قلت على إعلام المصريين وعلى الشركة المتحدة مش هوفيهم حقهم بالتعاون طبعا مع إدارة نادي الزمالك. اللي أنا عايز أقوله إن ملحمة الحب، طبعا أنا مبدئيا عشان بس يبقى الكلام واضح، أنا جاهل تكنولوجيا فيما يتعلق بالفيسبوك والتواصل الاجتماعي وتويتر وانستجرام، وما يعني ما بعرفش حاجه من الحاجات دي خالص ولا بفهم فيها، انا راجل قديم شويه معلش اعذروني، يعني لا عندي صفحه ولا عندي مواقع تواصل اجتماعي ولا اي حاجه. فكره ان جمهور نادي الزمالك حينما يرى سوء تفاهم بيحصل على الهواء مباشره ما بين اتنين حبايب واتنين يعني هقول ايه؟ رئيس النادي هو كبير النادي وله مني كل الاحترام. وله مني كل الاحترام. هذا امر مفروغ منه لان انا تربيتي كده وانا اقدر جدا جدا وانتم تعلمون يعني العلاقه الجيده جدا والعلاقه الوطيده جدا. انا علاقتي بالمستشار مرتضى منصور من حوالي يعني هنقول مثلا 18 سنه 17 سنه في العمل الاعلامي، بعد ما بقيت مذيع بتعامل معاه من ايام النيل للرياضه، لان انا بدات سنه 2000 2001 والنهارده حتى معايا زميلي طارق رضوان، يعني كنا بادين او هو سبقني وانا جيت وراه على طول في النيل للرياضه. فعلاقتي بهذا الرجل الذي يحب نادي الزمالك جدا وكان عضوا بارزا في نادي الزمالك ثم نائبا لرئيس مجلس اداره نادي الزمالك ثم رئيسا لنادي الزمالك في كثير من المواقف الاعلاميه والرياضيه طوال هذا التاريخ، كان بيننا دائما وابدا احتراما شديدا طول عمرنا الحمد لله الاحترام متواصل. انا اعلامي رياضي بادي دوري بستضيفه في قناه النيل الرياضه في القنوات الاخرى اللي انا كنت موجود فيها، وانا طبعا علاقتي بيه علاقه جيده جدا لان انا مدرك ومؤمن جدا ان هو كان عنده مشروع من 2005 كان عايز يعمله، الظروف ما سمحتش، جه في 2014 عمل التجربه. لما عمل التجربه وانا اعمل في القنوات الرياضيه المحايده والعامه كنت شاهد وكنت باصص وزملكاوي جوايا، بس انا بطلع في برامج يعني لازم ابقى فيها ال 50 50 زي ما بيقولوا، يعني الكوكتيل اللي بيتعمل كاعلامي يعني اقول صاحب خبره يعني وعندي رصيد المهني وذكائي المهني ان انا ازاي اقول ايه امتى وفين وازاي. انما طبعا كنت مهموم بالزمالك ده جوايا وانا بقى في البيت بقى، يعني بحب الزمالك بس في شغلي حاجه تانية. من 2014 لمست النجاح اللي نجحوا في اداره نادي الزمالك، وفي 2018 جاء لي عرض يشرفني ان انا ابقى موجود في اعلام نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم، جاء لي مية من المستشار مرتضى منصور. طبعا وافقت وكان عرض محترم لانه جاي من نادي محترم ونادي كبير بحبه وبعشقه وبشجعه ومؤمن بتجربه ناجحه، عايزين ننور كلنا هذه التجربه الاعلاميه الناجحه. الكواليس كتير والامور كتير والكلام كتير والحكايات كتير، انا لا اقف امام اي كلام. اما فيما يتعلق ممن يتصيدون الاخطاء او الشامتون او الكارهون، انا ما بردش، انا عن نفسي ما بردش، انا عن نفسي بحترم الكل وبحترم الجمهور مره واثنين وثلاثه. ولعل الموقف عشان ما اطولش عليكم، الموقف اللي احنا اتفرجنا عليه او المشهد او الحلقه
بغض النظر عن الكلام الكتير واللي عايزين يضربوا قلب البيت الزملكاوي او قلب الاعلام الزملكاوي، انا في النهاية اعلامي زملكاوي بعشق جمهور نادي الزمالك، وان كان جمهور نادي الزمالك بيحب شخص المتواضع فانا اسف اللي انا هقوله، انا اسف اللي انا هقوله، انا خدام تراب رجلين جمهور نادي الزمالك، انا خدام تراب رجلين جمهور نادي الزمالك فرضا فرضا. تالت، انا خدام تراب رجلين جمهور نادي الزمالك في اي مكان في مصر وبره، اي حد زملكاوي فوق دماغي واي حد بينتمي لانديه اخرى بيتفرج على شخص المتواضع فانا بكن له كل احترام وتقدير. انا هنا بتكلم على احترام وتقدير المشاهد اللي بيتفرج عليه، ده قولا واحدا، وهفضل على هذا العهد ولن اغير كلامي في هذا الامر. انا احترم المشاهدين، هذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي شخص آخر، علشان الإسقاطات والناس اللي عايزين يوقعوا الدنيا في بعضها ويبعتوا في رسائل وكده، أنا لا لي علاقة بحاجة ولا محتاجة، أنا راجل في حالي، أنا طلب مني حاضر عينيا تمام وامتثلت، ما عنديش أي مشكلة، بدليل إن أنا يعني أثرت الصمت. ليه؟ احتراما وحبا وتقديرا للعلاقة الإنسانية اللي هتفضل موجودة بيني وبين رئيس نادي الزمالك حتى نهاية عمري، حتى نهاية عمري، وربنا يطول في عمر الناس كلها. أنا دي أخلاقي وده اللي أنا اتربيت عليه. ده اللي أنا أقدر أقوله فيما يتعلق بالمشهد، علشان لا نزايد اللي هم عايزين يزايدوا على الزملكاوية الخاصة بأحمد جمال، أو حب أحمد جمال لبلده، فهذا أمر بقى ممكن نتكلم فيه كتير جدا. أنا مش هتكلم أكتر من دقيقتين قبل ما أطلع لفاصل عشان نتكلم على الإنجازات، عشان أنا عارف الناس كتير جدا منتظرة الجزئية دي. انتوا طبعا عارفين ان انا بقالي 20 سنة زي ما قلت امتلك تاريخا اعلاميا اعتقد ان هو يشرفني كاعلامي. كنت الاول على طنطا الثانوية في الادبي، ودخلت كلية الاعلام بجدارة الحمد لله قسم الاذاعة والتلفزيون، واصبحت اعلامي في التلفزيون المصري الاعلام بين قوسين السيادي، طبعا معروف يعني اعلام سيادي. في نهاية الامر انا عايز احكي لكم حكاية بسيطة علشان اللي ما يعرفش يعرف. هناك سيدة مصرية، حكاية كده عايز احكي لكم كده بسرعة، هناك سيدة مصرية أصيلة اسمها السيدة ورد علي بك نصار من قرية ميت حواي مركز الصنطة محافظة الغربية. هذه السيدة هي جدتي، والدة والدي، والدة أبويا جمال عبد الشافي الكريوني اللي من قرية ميت المخلص. جدتي هي تبقى خالة اللواء رؤوف خيرت، وهو أحد اللواءات الذين استشهدوا في التسعينيات، وكان وكيل جهاز أمن الدولة، وكان مسؤول عن شؤون التطرف وهذه الأمور. هذا الرجل الذي استشهد هو خالي. أنا ليا طار عند الإرهابيين، أنا وعيلتي ليا طار عند بهجة وعفت وهمت والخونة اللي قاعدين بره مصر. انا اصلا كعيلة لها تاريخ وطني، عيلة نصار، انا ليا طار، وعيلة خيرت انا ليا طار عندهم، انا ليا طار اللواء محمد نصار اللي كان بيدافع عن المنشآت الحيوية في 2011 واغتيل ايضا وهو خالي، فانا ليا طار عند الارهابيين. هذه عائلتي، انا من هذه العائلة. أنا جدي يبقى اللواء عثمان نصار أحد قادة الثورة المصرية، ثورة 52، مجلس قيادة الثورة، واللواء إبراهيم فؤاد نصار وكيل أو رئيس المخابرات الحربية في حرب أكتوبر 73، هذا جدي ابن عم ستي، جدي وكان رئيس المخابرات العامة في الثمانينات. أنا ليا طار عند الإرهابيين، انا احمد جمال انا بقول لكم انا ليا طار. فاكيد كل ما يقوله اي انسان وكل ما يتصور اي انسان انه بيتفرج على المشهد وعادي، لا، ده احنا متألمين وحزينين وجوانا زعل كبير، لان احنا دقنا طعم ان واحد مننا يتاخد كده برصاصات الغدر كعيلة في التسعينيات وهو خالي اللواء رؤوف خيرت رحمه الله، واحد من شهداء الشرطة وشهداء هذا الوطن. ده اللي عندي
أنا الكريم ابن الكرام الذي أحب هذه البلد وأحب طبعا الجميع وأحترم الجميع كإعلامي، بتشرف إن أنا موجود في قناة نادي الزمالك، أحب وأحترم جمهور نادي الزمالك فوق راسي من فوق، بقول مليون مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، أحب وأحترم رئيس نادي الزمالك وأحب وأحترم الجميع. هذه هي أخلاق ابن الكرام أحمد جمال الذي يعشق جمهور نادي الزمالك. الانسان عنده بيبقى ايه، عنده شويه حاجات كده بيتولد بيهم. ربنا بيخلق الانسان حر، مش ملك حد، حر نفسه، بيتحط له ثوابت كده والانسان بيكتسبها على مدار حياته، وفي حاجات بيتعلمها. الانسان اللي بيبقى بلا كرامه، بلا مبدا، بلا شرف، بلا كلمه، ثق تماما الكلام ده، الشخص ده مفيش حد هيحترمه. حتى لو انت دغدغت مشاعر جماهيرك، طالع بتقول انا تراب، انا اسف، تراب رجلين جماهير نادي الزمالك فوق دماغي. طب هي مال جماهير نادي الزمالك بالامر ده؟ مرتضى طردك علشان انت ما رضيتش تأيد كلامه في موضوع الواد بهجت والواد مش عارف مين والواد مين والفلان الهارب وفلان وما رضيتش تغلط فيهم على الهوا. فازاي وازاي انت ما تغلطش؟ منتصر الرفاعي غلط ومحمد رجب غلطوا فيهم، انت ما غلطتش، لا انت لازم تأيد كلام مرتضى. مال جماهير نادي الزمالك بالامر؟ طب ما معروف جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك ما لهمش اي علاقه برئيس نادي ولا بتاعه ولا بتصرف، ولا هو يطردك ولا يرجعك. مال جماهير نادي الزمالك بهذا الامر؟ ما انا مش فاهم جمهور الزمالك ماله بالموضوع، ملوش علاقه. رئيس النادي طردك وبعد كده رجعك، جمهور نادي الزمالك ماله بالموضوع؟ واعتذرت انت لمرتضى منصور وبوست رجله في الكواليس، في الكواليس بوست ايده ورجله، برضه احنا مالناش دعوه. لكن عمال تتشدق وتقول خالي كان والست ورد ستك مش عارف ابنها مش عارف مين وخالك مش عارف ايه كان في الحته الفلانيه وعندك طار مع الارهابي. طار؟ طب ما تاخد طارك يا عم، خد طارك واشتغل في السياسه، او قول لمرتضى اللي هو عايزه، وتقول انا بحترم مش عارف مين وبحترم كل وبحترم ولابس ثوب الفضيله. ما الانسان اللي بيبقى بوشين ده، امام الكاميرا بوش وخلف الكاميرا بوش، ده اخ منه، ده تعبان، ده اخ منه. نسي المكالمه اللي عملها مع مرتضى منصور وسب الخطيب وسيد عبد الحفيظ والعمري وشتم لجنه الكوره وشتم احمد دياب وشتم في المكالمه. عايز تعمل محترم؟ طب ما تشوف تاريخك يا عم المحترم، ما تشوف تاريخك. وقول انا كنت، وانا كنت، انت كنت مراسل في قناه النيل للاخبار، مع احترامنا لكل المراسلين. يعني بدأت مراسل، يعني ما بدأتش طب زي ما انت بتقول وزي ما انت بتدعي، ولكن الامر ما الشغل في اي مكان شريف ومحترم. ولكن ممكن زبال ما يبانش على نفسه يعني قلة الكرامة. يعني لما انا ابقى ماشي في الشارع واهين واحد زبال، ثق تماما ان هو مش هيقبل الاهانة، مش هيقبل الاهانة. انت قبلت الاهانة من مرتضى منصور وقبلت ان كرامتك تنتهك مع نفسك، انت حر. لكن ايه علاقه جمهور نادي الزمالك بهذا الامر؟ انا مش دعوه جمهور الزمالك، بس انت بتعتذر بتقول تراب جمهور ايه ليه يعني؟ دلوقتي انت مرتضى اتخانقتوا مع بعض، مال الجمهور؟ عشان الجمهور طالب مرتضى ان انت ترجع؟ طب ما شيء طبيعي، اي واحد له مريدين، اي هات اي حد كده، حتى لو بيدعي النبوه هتلاقيه في خمسه سته حواليه. لو واحد بيدعي ان هو المهدي المنتظر هتلاقيه خمسه سته في حواليه، واحد بيدعي الكذب ولا السحر ولا، هتلاقي فيه 10 15 حواليه. فانت في بعض جماهير بيعجبهم طريقتك ولبقتك واسلوبك وشياكتك والتلاعب بالالفاظ والتلاعب بالكلمات، وان انت عندك حضور امام الكاميرا وما بتتلخبطش وما عندكش، ما بتتلجمش. ما في ناس بتحب الحاجات دي، في ناس بتحب اللي واثق من نفسه المدرب. انت ليك 20 سنه بتقف قدام الكاميرا، فعندك تدريب، بتطلع بتقول فلان وفلان وفلان، محضر سكريبت كبير في دماغك وبتقوله. في ناس بتعجب بهذا الامر، ولكن ما علاقه هذا بالكرامه، بالكبرياء، بالشرف، باحترام للنفس؟ تخيل انت ابنك
او بنتك يشوفوك بتطرد من القناة ورئيس القناة بيطلع يتريق عليك، وبعد كده يطلع رئيس نفس القناة يقول ان انت اعتذرت له وهو عفو عنك ورجعت للقناة، ولو غلطت اي غلطة تاني هتطرد وهترجع تعتذر وهيرجعك، وهيرجع يطردك ويرجعك زي ما عمل كده مع خالد الغندور مرتين ثلاثة، وزي ما عمل كده مع مع مين؟ مع ناس كتير. ده مرة قال على عبد الواحد السيد الخرم مش الخرم مش عارف ايه وبتاع، وبعد كده جابوا شغله في القناة هو مرتضى نفسه وكتير من الكباتن كباتن نادي الزمالك. ما اتخانق مع فاروق جعفر ورجعه ومشاه، وقال على سايق على كثير من جماهير، من ده حتى حسين السيد حارس الزمالك شتمه وقال له ادبه عليه وقال عليه يعني كلام كتير. فكله وكريم حسن شحاته لما جابه بعد كده راح طرده وبعد كده جابه شيء طبيعي ان انت لو يعني لو خالفته كده هيقول لك مع السلامه من غير كلام. كل اللي بيقعد كده في استوديو يهز دماغه، يا تهز دماغك يا تتضرب فوق دماغك. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه بتاع قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكرك مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.